النهارده اخر يوم في رمضان، بكره اول ايام عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وفي بهجه دايما. خرجنا من الصيام، هنرجع تاني للثلاث وجبات، فطار وغدا وعشاء. بعد 30 يوم هنبدا بقى نظام غذائي مختلف، اللي هو مش مختلف، اللي هو النظام اللي احنا متعودين عليه قبل الشهر الكريم. ازاي نظبط عاداتنا الغذائيه مره تانيه؟ ازاي نتعامل طبعا مع ايام العيد وطبعا الشعار اللي احنا كلنا عارفينه، يعني اكل الكحك والرمز من رموز البهجه الجميله في كل بيت، يا رب تدمها علينا عاده في كل سنه. اسئله كتيره جدا عايزين نسال انا وبسنت حوالين ازاي نظبط اكلنا مره تانية. يا بسنت، يعني من ورانا في الاستوديو النهارده الدكتوره منال عز الدين، الباحث بمعهد التكنولوجيا الاغذيه، عشان نتجاوب على اسئلتنا الكتيره. احنا مكسوفين منك جدا مبدئيا. صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير على حضراتكم، وصباح الخير على الساده المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا يعني احنا بنقول لك كحك وعيد وكلام كده، ده حقيقي بادئينها غلط. بادئينها من الاول كده غلط. خلينا نعرف، طيب احنا اخر يوم رمضان النهارده، ازاي ارجع تاني اظبط عادات اكلي؟ طبعا احنا داخلين زي ما حضرتك ذكرتي على ايام العيد، ودي مرحله انتقاليه من رمضان لايامنا العاديه. طبعا احنا كنا بناخد وجبتين في اخر اليوم، وهنرجع للثلاث وجبات اللي بيبتدوا مع بدايه النهار. يا ريت نرجع، يعني في ناس كتيره بتقول ما خسناش في رمضان، في ناس بتقول زدنا في الوزن، في ناس قدرت تنجز وخست ووصلت لبر الامام. احنا عايزين ننظم الدنيا، يعني اول حاجه النظام، تنظيم مواعيد الاكل، اثبت مواعيد الفطار، اثبت مواعيد الغداء، اثبت مواعيد العشاء. بين الوجبات ما احاولش ان انا القط واكل حاجات كتيره، مثلا بسكوت، شوكولاته، حاجات سعراتها الحراريه عاليه وتزود لي في السعرات الحراريه. هجوع بين الوجبات بتاعتي، اكل شويه خضار، اخد طبق شوربه خضار، اخد كوبايه زبادي، اخد كوبايه لبن رايب، اخد تمرايه، اخد صنف فاكهه مزايه، ده يكون ما بين الوجبات. وجبه الفطار عندنا كمصريين عندنا الفول، عندنا البيض، عندنا الجبنه. ما نكترش في تناول العيش برضو، لان العيش عندي من الكربوهيدرات اي نعم مفيده، ولكن برضو هو فيه سعرات حراريه عاليه. يا ريت واحنا بنبتدي الاكل نجرب ان احنا نبتدي بالخضار اللي موجود، يعني حتى مع وجبة الفطار جنب طبق الفول شوية جرجير شوية خضرة نبتدي نتناولهم. ناخد نقطع سلطة على طبق الفول مفيش مشكلة، نعمل البيض بالخضار زي قرص العجة برضو مفيش مشكلة. كل ما كان فيه خضار في الوجبة كل ما ده بيدينا شعور بالشبع وبيشغل حيز من المعدة. نيجي بقى زي ما قلت لحضرتك الوجبة البينية، نتناول أي شيء صحي سواء خضار أو ألبان. نيجي لوجبة الغداء، وجبة الغداء يا ريت نبتدي بطبق شوربة. الشوربه بتهيئ المعده لاستقبال الطعام، ما بتخليناش ناكل بنهم، خصوصا لو دخلنا السلطه بعديها، وبعد كده ندخل البروتين اللي موجود سواء نباتي او حيواني، ونخلي العيش او الرز او المكرونه اخر حاجه على مائده الاسره، مش هنلاقي ان احنا بناكل كميات كبيره. يا ريت العشاء تبقى حاجه خفيف، يبقى كوبايه زبادي، سندوتش جبنه معهم خيارايه، طبق سلطه فواكه احنا عاملينه في البيت، تكون حاجه خفيفه مع الاهتمام بشرب الميه وتنظيم مواعيد النوم. من اسباب زياده الوزن عدم انتظام النوم، وكلنا مرينا بده في رمضان. فتنظيم النوم 8 ساعات اثناء فتره الليل ده بيرفع من كفاءه الحرق، بينظم وظائف الجسم المختلفة، ده مهم جدا. شرب المية، نحاول بقى نرجع نمارس رياضة. وبالنسبة للناس اللي زادت في وزنها خلال رمضان وحابة تخس، ما ابتديش بقى أدوس على نفسي بشكل شاق جدا في أول أسبوعين ولازم أخس ونلاقي بقى شوربة خضار وسلطة، لأن ده بيفقد عزيمته بسرعة، بيزهق خلال أسبوعين. فلا، هناخد الامور تدريجيا. وبالنسبه للاشخاص اللي خسوا وحابين يكملوا، نقدر نتبع نظام الصيام المتقطع اللي هو جايه فكرته من صيام رمضان، ولكن لازم الشخص يكون سليم، لا يعاني من امراض الضغط او القلب او السكر. يا ريت يا دكتور منال نعمل الحاجات دي كلها، يعني يا ريت كل مره بتقول يا ريت على الفطار، يا ريت على الغداء، يا ريت على العشاء، يا ريت نعرف نقدر نعمل ده بعد رمضان بالاراده يا فندم، عشان صحتنا حتى بشكل كبير. ده حقيقي. الكحك كل الناس بتسأل، خلاص بكرة إن شاء الله بإذن الله، وإحنا طالعين من رمضان وسكريات كتير بقى والكنافة والحلويات، وداخلين على سكريات أكتر، الكحك. فإزاي نظبط القصة دي بشكل فعلا ما نخليش حد يتحرم تماما أو ما ياكلش خالص وما يعيش بهجة العيد، وفي نفس الوقت يحافظ كمان على صحته؟ نتعامل إزاي مع المشكلة دي؟
زي ما حضرتك بتقول الكحك بهجة وفرحة، وده موسم أكل مش هنقدر نحرم حد. وعلى فكرة الكحك ارتبط بالأعياد من أيام القدماء المصريين، يعني احنا طول الوقت عندنا اعتقاد إن الكحك أصله فاطمي، لا الكحك أصله فرعوني مصري أصيل، وده لقيناه على فكرة مدون على جدران المعابد والمقابر. ومش الكحك بس المدون، دي كمان الوصفة مدونة، وعلى فكرة الوصفة ما اختلفتش عن زمان كتير، برضو كانوا بيستخدموا السمنة والدقيق والعسل كان عسل. معلومة جديدة انه الكحك فرعوني مش فاطمي، لا فرعوني من مصر القديمة، وده لقيناه على جدران المقابر والمعابد بالتحديد ايام رمسيس الثالث. وكمان كانوا بيستخدموا السمنة، العسل بديل للسكر، بيستخدموا الفواكه المجففة زي التمر زي العجوة دلوقتي ويحشوا بيها الكحك، وكانوا طبعا بيستخدموا الدقيق بقى سواء كان دقيق قمح او دقيق شوفان، وكانوا بيعملوا الكحك بالشكل المربع والمخروطي، وكانوا بيقدموه قربان للآلهة. بعد كده جت الدولة الطولونية، أحمد بن طولون، وأحيا صناعة الكحك مرة تانية، وكانوا بيعملوا قوالب للكحك مخصوصة اسمها عليها منقوش عليها كل واشكر مولاك. القوالب دي لسه موجودة لحد النهاردة في متحف الفن الإسلامي في باب الخل، وكانوا وكان بيتصنع الكحك في قصر السلطان ويتوزع بعد صلاة العيد على العامة. جت بعد كده بقى الدولة الإخشدية، والدولة الإخشدية عملت حاجة ظريفة قوي، إن هي كل 100 كحكاية كانوا بيحطوا دينار ده ويوزعوا على العامة، فالناس يبقى حظ حلو قوي اللي يجي ببقه وهو بيقطم الكحكاية الدينار الذهب. جت بقى الدولة الفاطمية سنة 996 ميلاديا، وفعلا ظبطت بقى صناعة الكحك وازدهرت صناعة الكحك، وعملت دار مخصوصة للكحك زي وزارة للكحك. وكان بيتخصص للكحك سنويا ميزانية حوالي 20,000 درهم، وكان بيتم إعداد الموائد بطول حوالي 1.5 كيلو مرصوص عليها أصناف من الكحك والبسكويت والمنتجات المختلفة. أنا عايزة أقول لك أنا ما بحبش الكحك خالص من حكايتك عنه، وحياة ربنا النهاردة بالليل هاكله إن شاء الله. من يعني وزارة للكحك، وزارة للكحك في عهد الدولة الفاطمية، وكان بيتنصب الموائد بعد صلاة العيد، الناس تاكل وتفرح وتشيل وتروح كمان بالكحك. فكان الكحك ليه مكانة كبيرة جدا. وجت بعد كده الدولة الأيوبية، وجي صلاح الدين الأيوبي وشاف إن الكحك ده بدعة وإنه بيستهلك من ميزانية الدولة، ومنع فكرة توزيع الكحك على العامة، ولكن المصريين كانوا حبوه وعرفوا الوصفة والطريقة وبدأوا يصنعوه وحافظوا عليه لحد ما وصل لنا النهاردة. فالكحك رمز الفرحة والبهجة، مش هنحرم حد لأن ده موسم أكل، ولكن في بعض الضوابط أثناء تناول الكحك. إحنا مشكلتنا للأسف بنصحى الصبح كوباية الشاي واللبن، طبق الكحك، علبة البسكوت، ونبتدي نتناول الأكل بالظبط كده. المشكلة إن المعدة بتبقى خالية، فبناكل كميات كبيرة جداً. الكميات الكبيرة دي طبعا بتسبب لنا مشاكل عسر هضم، بتسبب لنا اضطرابات في المعدة، ده غير كده ان كمية الكحك والسكر اللي بتخش جسمي والغريبة بشكل مفاجئ على معدة خالية بترفع مؤشر السكر في الجسم بدرجة عالية جدا. فمؤشر السكر لما بيرتفع الأنسولين بيرتفع، يبتدي يكسر السكر فالسكر ينخفض، فخلال وقت قليل جدا نبتدي نحس ان احنا جعانين تاني وعايزين ناكل كحك تاني وسكر تاني ونخش في الدوامة دي. فنصيحتي دايما قبل ما ننزل نصلي العيد ناخد يا ربي حتى خياراية مع ربع سندوتش جبنة، فطار خفيف الأول بالزبط. ما افطرش على الكحك على طول بالظبط كده، ربع سندوتش جبنة مع خياراية مع كوباية حاجة دافية قبل ما انزل، ارجع بقى من العيد ناكل اللي احنا عاوزينه، بس برضو الكميات تبقى معقولة، لان احنا بنيجي على نص اليوم مش قادرين ناخد نفسنا، احساس بالتخمة والكسل والاضطرابات الهضمية. فلا احنا هناخد طبق الكحك، يا ريت احنا بنقول الصحي والله، احنا مش بنغلس على الناس، حوالي 4 لـ5 قطع، نقي حضرتك اللي انت عايز تاكله وحطه في طبق وكله ان شاء الله مره واحده، انا ما عنديش مشكله في ده. ولكن برضو دايما نصيحتي للساده المشاهدين ان احنا ناكل الكحك في الفتره بتاعت الصبح ما بين الوجبات، يعني ممكن اخده بعد وجبه الفطار اللي ذكرتها، بعد وجبه الغداء، بلاش بالليل، لان برضو احنا عندنا الكحك ككحك على فكره حاجه قيمتها الغذائيه مرتفعه جدا، لانها فيها السمنه، فيها الدقيق، فيها السكر، بتدي طاقه عاليه جدا. الكحكايه الواحده عندي الساده فيها حوالي 200 لـ300 سعر حراري، فهي على فكره مصدر للطاقه كويس جدا، ولكن كميه الدهون الكتيره اللي فيه دي طبعا بتزود عندي الوزن، بتعمل لي لو شخص عنده استعداد ان الكبد عنده يكون دهون فبتكون دهون، بيرتفع الكوليسترول، فلازم اكله في وقت بدري شويه عشان الحق اتحرك اتمشى شويه احرق الدهون بالظبط السعرات الحراريه.
امال اخليه بالليل بقى واجي قبل النوم وانا قدام التلفزيون بشوف مسرحيه العيال كبرت وابتدي اكل كحك وبسكوت، ده بيبقى شيء ضار جدا. كفايه يا دكتور بجد. فانا عرفت بالليل، انت اديتيني افكار يعني، انا عرفت بالليل عملي. فهو مشكلتنا ان احنا ممكن بناجل بالليل، وده طبعا بيتحول لدهون، لان السكر لما بيعلى برضه في جسمنا الانسولين احيانا بيفقد السيطره، فكل ده بيتحول لدهون في منطقه البطن. نيجي بقى للغدا، والمصريين احنا يوم العيد بنتفنن في الغدا، بيبقى وحشنا السمك من رمضان. انا مش عارفه ليه احنا بنتجاهل السمك في رمضان، بس ده طبعنا كمصريين. بيقولك بيعطش. بيعطش مع انه وجبه الفطار للسحور ممكن نقدر نشرب كميات ميه كتيره. فبس اللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا الفسيخ وعندنا الرنجه وعندنا الاسماك بشكل عام. طبعا الفسيخ انا دايما اقول بشكل سريع كده هو اكله مغامره، لان طبعا ممكن يكون الفسيخ ما تمش اعداده بشكل امن بشكل جيد، فده طبعا بيعمل لنا ما يسمى بتسمم الفسيخ. ده طبعا ناتج عن بكتيريا لا هوائيه، فبالتالي بيكون لها اعراض خطيره جدا. ونصيحتي دايما للساده المشاهدين، اي حد ياكل فسيخ وتظهر عليه اعراض زي شلل في الجهاز التنفسي، صعوبه في التنفس، زغلله قيء دوار، لازم يتوجه لاقرب مركز سموم. بالظبط، مراكز السموم، مش للصيدلي او مستشفى جنب البيت، لان هو بياخد مصل بينقذ حياته في الحته دي. فمهم جدا الفسيخ عشان اشتريه لازم يكون من مصدر موثوق منه، يكون موجود في صناديق خشبيه مش براميل معدنيه، يكون لونه وردي، ما تكونش السمكه متهتكه، تكون السمكه صحيحه. فمهم جدا كمان نعصر عليه ليمون كتير ونحط عليه خل وزيت. الرنجة عندي من الحاجات الجميلة وبنعتبرها أكثر أمانا طبعا من الفسيخ. طبعا بالنسبة للفسيخ برضو قبل ما نسيبه، ممنوع أكله على الحوامل وأصحاب ضغط الدم المرتفع. الناس عندهم ضغط برضو على ديك فيها أملاح، ده حقيقي، والقلب والكبد والكلى والأطفال يمتنعوا تماما عن تناول الفسيخ، لأنه هو مغامرة حياتية بجد. يعني نيجي بقى للرنجة، الرنجة عندي أكثر أمانا، بنقدر ممكن نجيب الرنجة الدلعة شوية، اللي حابب يجيبها حادقة شوية، وياريت تكون الرنجة المغلفة ويكون مدون عليها تاريخ الإنتاج، تاريخ الصلاحية، بيكون لونها ذهبي، تكون محفوظة في تلاجة عند البياع أو السوبر ماركت. الصناديق بقى اللي في الشوارع والمناطق الشعبية ومعرضة للهواء وللأتربة، بلاش من أنواع الرنجة دي، ياريت زي ما بقول تكون في جو آمن، في تلاجة مغلفة، ده بيكون شيء لطيف جدا وشيء آمن. بالنسبة للرنجة بلاش نشويها في البيت على البوتاجاز. انا بعمل كده على طول، كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده، ده حقيقي. وكل سنه الدكتور تقول لنا ما تعملوش كده، بس بيقولوا كده صحي اكتر عشان لو في بكتيريا او حاجه يقتلها. هو دي وجهه نظر، ولكن هي بتزود نسبه الاملاح في الرنجه، بتزود. الشوي بيزود نسبه، بس بيقتل اي بكتيريا يعني هو ده بيبقى الهدف. ده حقيقي بيقتل اي بكتيريا، ولكن برضو احنا نقدر نقتل البكتيريا هي طبعا ما فيهاش بكتيريا قاتله زي الفسيخ يعني. برضو عشان الساده المشاهدين ما فيش حد يقلق ان احنا نخلي الرنجة على البارد وننقعها في خل وليمون وطحينه مثلا عشان نقلل من حده الملح بتاعتها، قبليها بحوالي يعني من النهارده عشان بكره الصبح، ده بيكون اكثر امانه. ولكن اللي عايزها حادقه قوي بقى ماشي يشويها، ما فيش مشكله. اللي عايزها دلع يعملها على البارد. الرنجة من الحاجات اللطيفة على فكرة، وبرضو وجهة نظر ان احنا نعملها على البارد، لما بنعملها على البوتاجاز بتنزل كمية زيوت كتيرة منها، كلنا بنلاحظ ده. الزيوت دي على فكرة مفيدة لان دي اوميجا 3، فانا لما بشويها بتخلص من الاوميجا 3 اللي هي احد الفوائد للرنجة. لما بعملها على البارد بقدر احتفظ بالاوميجا 3. طبعا هي الرنجة غنية بالفوائد زي ما بقول، فيها الاوميجا 3. الاسماك بشكل عام مصدر للأوميجا، بروتين سهل الهضم، بتحتوي على السيلينيوم، بتحتوي على الزنك، الأسماك سهلة الإعداد والتحضير. بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مش هنحرمهم من أكل الأسماك، ولكن أنا نصيحتي ليهم نبعد بقى عن الأسماك المملحة، خلينا مثلا في سمكة بلطي مشوية في الفرن، السمك بتاعنا العادي بالظبط كده، سمك ممكن فيليه في الفرن مع خضار، مع شوية بطاطس، مع خضار حلو، مع شوية رز، مع طبق سلطة، خلينا في الأمان. وياريت بعد ما ناكل وجبة الأسماك الجميلة، ونصيحتي طبعا سواء أي نوع من السمك كلناه يكون معاه الخضار، الخس، الجرجير، البصل الأخضر الجميل. والبصل الأخضر على فكرة ده من الحاجات اللي بتنشط الدورة الدموية، فبتمنع ارتفاع ضغط الدم،
فمهم جدا البصل الاخضر يكون معانا، الخضروات اللي فيها الياف اللي بترفع من كفاءه الجهاز الهضمي وما تخليناش يحصل امساك في العيد، طبعا غنيه بالفيتامينات ومضادات الاكسده، الليمون مصدر لفيتامين سي وبيساعد على امتصاص الحديد اللي موجود في الاسماك. فالاسماك عندي من الحاجات الجميله. عايزين نهضم بعد الاكل، الناس كلها بتلجا للمشروبات الغازيه وده هضم كاذب، لان هي عباره عن غاز ثاني اكسيد الكربون بشكل بسيط كده بيخش الجهاز الهضمي، فملهوش مكان في الجهاز الهضمي فبيطلع في صوره التجشؤ، فبيجي لنا احساس ان احنا هضمنا. افضل حاجه عصير ليمون، عصير برتقان، عندي الشاي الاخضر، الجنزبيل، النعناع، الحاجات دي من الحاجات المضره كمان للبول، فبتخلينا ان احنا نتخلص من كميه الاملاح بسرعه. كمان عندنا المشروبات المصريه الجميله بتاعتنا، الكركديه، التمر الهندي، الخروب، الدوم، كلها مشروبات صحيه. وما ننساش المسليات الصحيه، الترمس من الحاجات الجميله والمغذيه. يعني دكتور منال دايما بتدينا كده كبسوله ليه ازاي ناخد بالنا كده، بنطلع من سيزن لسيزن بنسالك نعمل ايه، لكن ان شاء الله المره دي نتقابل ان شاء الله يعني مره تانية قريب واقول لك ان احنا عملنا بالبروشيتا دي. كل الشكر ليك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيبه. دكتوره منال عز الدين الباحث بمعهد التكنولوجيا الاغذيه، بشكرك يا فندم. اهلا وسهلا، بشكرك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيبه، وبنوعدك ان شاء الله كل كلمه انت قلتيها هنعملها باذن الله. ربنا يقدرنا ونعرف نعمل ده، يعني ناكل كحك وكلوا كحك واتبسطوا، وهو كحك البهجه زي ما دكتوره قالت، رمز البهجه في العيد، لكن كل حاجه باعتدال كويسه، كل حاجه باعتدال عشان نحافظ على صحتنا.